فضل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اليوم بتدشين نظام تجديد تسجيل المركبات والفحص الفني إلى جانب حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الإدارة العامة للمرور للمواطنين والمقيمين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية والجهاز المركزي للمعلومات. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية أن تدشين هذه الخدمات الإلكترونية بمثابة قصة نجاح ويوم من أيام الإنجاز التي نفتخر بها، مضيفا أن تقديم الخدمات الإلكترونية هدفه تسهيل الأمور على المواطنين والمقيمين، وهو أمر يحظى باهتمام الحكومة الموقرة، معربا معاليه عن شكره وتقديره للعاملين في هذا المجال، خاصة اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية وهيئة الحكومة الإلكترونية على عملهم الدؤوب والمستمر الذي ساهم في رفع معدلات التطوير للخدمات الحكومية. وقال معاليه: رأينا اليوم كيفية اختصار الخطوات، ومنها اختصار خدمة تسجيل السيارة من 10 إلى 3 خطوات، وكانت هناك عقبات أمام اللجنة حيث لم يكن الأمر بالسهل في نقل المعلومات من نظام إلى آخر، لكن كان هناك عزم وتصميم حتى تحقيق النجاح، معربا عن تطلعه إلى استمرار هذا التوجه. وأكد أن عددا من الإدارات العامة بوزارة الداخلية كان لها حضور متميز في هذا الشأن، ومنها الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة التي قدمت الكثير من الخدمات الإلكترونية، وكذلك الجهاز المركزي للمعلومات. وها هي اليوم الإدارة العامة للمرور تسير على ذات النهج، مشيرا إلى أننا نتطلع إلى زيادة استخدام هذه الخدمات الإلكترونية أو الهواتف الذكية في إطار الشراكة المجتمعية التي تعمل عليها قوة الأمن العام، كما أن هذا التوجه يمتد إلى المحافظات تصبح جزءا من هذه المنظومة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الخدمات في إطار سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها وزارة الداخلية للارتقاء بمستوى الأداء ومواكبة روح العصر باستخدام التقنيات والنظم الحديثة التي تساعد على توفير الجهد والوقت وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. من جانبه أكد المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الخليفة أن الإدارة وبتوجيهات من معالي وزير الداخلية تتبنى استراتيجية شاملة تعتمد على استخدام أحدث الأساليب وتقديم أفضل الخدمات المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية، وهي ماضية في مواصلة عمليات التحديث والتطوير لكافة منظوماتها في سبيل توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وبأعلى مستويات الجودة. وأشار إلى أن الإدارة عملت بالتعاون والتنسيق مع هيئة الحكومة الإلكترونية من خلال فريق مشترك على تحويل بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة إلى خدمات إلكترونية، لا سيما وأن الإدارة لديها اليوم 12 خدمة إلكترونية منجزة وهناك 8 خدمات أخرى قيد التنفيذ، مؤكدا أن الفريق يعمل حاليا على دراسة تحويل جميع خدمات المرور إلكترونيا وتبسيط استخدامها للجمهور. من جهته أعرب السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية عن اعتزاز الهيئة بالشراكة مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور، مؤكدا أن الهيئة وضمن رؤية الاستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية 2016 تعمل على تحقيق التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية وتقديم خدمات عالية الجودة بفعالية وكفاءة، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء من الأطراف المعنية. وأضاف أن التعاون كان مثمرا مع كافة إدارات وزارة الداخلية بفضل توجيهات ومتابعة معالي وزير الداخلية عضو اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، انطلاقا من حرص معالي على تطوير كافة إدارات الوزارة وأجهزتها ومواكبتها لأحدث التقنيات والممارسات الحديثة. هذا وستتيح الخدمة إمكانية تجديد تسجيل المركبة وتجديد التأمين عبر الشبكة المعلوماتية الإنترنت، وستوفر آلية سداد رسوم الفحص الفني وتجديد تسجيل المركبة والتأمين والمخالفات عبر الإنترنت أيضا، مع تسهيل الإجراءات من خلال التكامل مع أنظمة 10 شركات تأمين، فضلا عن التأكد من ضبط أكبر للإجراءات وتقليل احتمالية الأخطاء الناتجة عن إدخال البيانات يدويا، إلى جانب الاستفادة من إمكانية توفير سجلات إلكترونية سابقة للفحوصات الفنية المنجزة على المركبة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن احنا اليوم أمام فعلا إنجاز وقصة نجاح تفتخر فيه الوزارة، وخصوصا القائمين على
الإدارة العامة للمرور، حيث أن ما يقدم للمواطن وما ييسر المواطن أمر تطوير مهم بالنسبة لنا، وهذا هو الأمر اللي تسعى له الحكومة دائما وأبدا. فشفنا أن اليوم عندنا إنجاز ونقلة نوعية تخفف على المواطن عناء المراجعة واختصار خطوات المراجعات، وهذا الصحيح هو النهج اللي اتبعناه من فترة، وأيضا هو موجود في عدد من الإدارات العامة مثل الإدارة العامة للجنسية والجهاز المركزي للمعلومات، بالإضافة إلى مراكز الشرطة. واليوم احنا نتجه إلى تطوير العمل في مراكز الشرطة أيضا من منطلق الشراكة المجتمعية، وكذلك راح تمتد استخدام الخدمات الإلكترونية إن شاء الله إلى المحافظات. فهذا التوجه موجود، وهو توجه حكومة البحرين، وهو ما تقدمه إلى المواطنين والمقيمين على هذه الأرض. إذا من إضافة على هذا الإنجاز، ودي أن أتقدم بالشكر إلى اللجنة العليا للحكومة الإلكترونية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك، وأيضا هيئة الحكومة الإلكترونية برئاسة الرئيس التنفيذي الأخ محمد القائد، ومن عمل على يعني هذا الإنجاز في الإدارة العامة للمرور.